الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن قولين أمين سمع الفاتحة لجميع أولادنا ستجا بطرة 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 ستجا وبلا أهز بطرة سعيم البيت أنند سهو رمضان تتاكد بطرة بطرة سعي صالحين صالحات أهلي قرآن أهلي العلم min ahlil bari ahlak se luar biasa ahlak se bagus se amfaat deka setuju manusia nah bangga ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia dunia akhirat sukses dunia akhirat ala hadiniyat al fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اسم الفاتحة والضيم حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة أنت أعلم بحوائجنا وسؤالنا ودعائنا حاجاتنا إليك كثير ودعاؤنا إليك كثير وسؤالنا إليك كثير أنت عليم بها وبصير فاستجبها يا الله كل فقدها يا الله كل على هذه النية كل دين صالح وعلى ما نوى الإمام محمد البوصري بقراءة المردة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من تدبر جيران بذي سلم مسجدا من مقلة بدا من أمهبة الريح من تلقائك بمة وأومض البرق بالظلماء من ينظم فملئ عينيك إن قلت فهمت وملك قلبك إن قلت استفق يا هم يا سبوس لب منكذب ما بين منسجم من هو مضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على ضلال ولا أرق طلد إقبال والعالم ولا أعرضك لولا يقرأ وضل ذكر الحياة رسكين الخيام فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عضل الدمع والسقم وأثبت وجد خطي عمرة وضلا مثل البهاء والديك والعنى من أمسار الضيب من أوفى الرقل والهب يعترض اللذات في العلم يا لائم في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أن صفت لم تلم عندك سر بمستدر عن الوشاة ولا دائم منحسب محضن النسى لكن لست أسمعه إن المحب عن الأذل في صمم إني اتهمت نسوي السيم في عند والشيب أب نسين عن الدهم فإن أما رد من سوء ما تعض من جهلها من نذر الشيب والهرم ولا أعد من الفيل الجميل كرضيف ألم برس غير مهتسم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدل منهم بالقدم من لبرد منه ويده كما يرد جمع الخيل باللجوم فلتر بالمعاصي كسر شهوتها إن الدعاء ما يقوي شهوة النائم والنفس كالطفل إن تهمله الشب وبالرضاع وإن تفتنه ينفطم فاسرب هوى هوى هدر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي ورائيا وهي بالأعمال سائمة وإن هي استهلت المرعى فلا تسمي كم حسن لدى للمرء قاتلة من حيث لم يدري أسن ثم في الدسم وسد سائس من جوع وسبع ربما مسد زر من الضهم واستبرق الدمع من عين قد امتلأت من المها ندم وهلف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حدك النسب الدهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا أمل لقد نسبت به نسلا لذي أنكم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما
فما استقمت فما قولي لك استقمي ولن تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أسم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن استقمت قدمه الضر من ورم وسد من شهوة من أشياءه وطوى تحت الحجاراتك الشم مطرف الأدم ورودت الجبال السم من دهب النفسه فأراها أيام السمام وأكدت سده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعض على الهزام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم ترج الدنيا من العدم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا أمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم فقلنا به في خلق وفي هلوك ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس وارفا من فواقفون لديه عند هندهم من نقطة العلم أو من شكلة الهجم فهو الذي تم منه وسورته ثم اصطفى هو من بارئ النسم منزه عن شارك في محاسنه فجوهر الحسن به غير منقسم تمدعته النصارى في نبيهم وكن بما شئت مدحا فيه واهتكم وانسب إلى الذي ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حظ فيرب أنه ناطق بفم لولا سبا قدره آياته عظم الأحياء اسمه حين يدعى دارس الرمم لم ينتهن بما دعي العقول به ارسل علينا فلم نرتب ولم نهم عن الورى فهم من أو فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تدهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الضرب من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته ومنية سلوا أنه بالهلم فما له العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أين أتى الرسل الكرام بي فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس بدر لهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي إنسانه خلق بالحسن مستمر بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في إمام كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر إن تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن أي منطق منه ومبتسم لقب يدل تربا ثم أعظم وطوبى لمنتشق منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم أبان مولده وأنت بأنصره يطيب مبتدا منه ومقتدم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بهلول البؤس والنقم وبدا إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنارها بداد الأنفاس من عزب عليه والنهر سعي العين من سدم وسأسى وتعن وضد بحيرتها ورد وردها بالغيبه نظم كأن بالنار ما بالماء من بلل أسنى وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهقب والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عمو وصم فعيلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تسم من بعد ما أخبر الأقوى مكاهنهم بأن دينهم المغوج لم يقم وبعد ما عينوا في الأفق من شهب مقدد وقام في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم أربا أفضل أبرهة أو أسكر بالهزم من راحة تيهرم نبدا به بدتت بهم ببطنهم نبدا المسام به من أساء ملتكم مولاي السهل على حبيبك خير الخلق كلهم جعل لدعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على سكن بلا قدم كأنما سطرت سطرا
لما كذبت بروها من بدي الخط في اللقم مثل الغم مدي النسر سائرة تقيها الروضس للهجيرها مي أقسمت بالقمر المشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هو الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أمي فالصدق في الغار والصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من عارم ظنوا الحمام وظن العنكبوت على خير البر يدي لم تنسج ولم تهم وقاية الله أو ندعم مضاعفة من الدر وعن أهل من الهدم ما زمان الدار ضيما واستجرت به إلا ونرت جوارا منه لم يضم ولا التمست نظرين من يده إلا استلمت الندى من غير مستلم لا تنكر الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم فتكه نبلغ من نبوته فليس يكر فيه حال محتلم تبارك اللهم وهي بمغتسب ولا نبي على ويب بمتهم كم أبرأت واسبا باللمس راحته وأطلقت عاربا من رفقة اللمم وأهيت سنة سبعة دعوته حتى حكت غرة في العصر الظهم بعرض جد أو خلت البطا حبي سيف من اليم أو سيل من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على أبي له مدان ووسف آية له ظهر ظهورا للقرى ليلا على عالم بدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فمتى تقول أمل المديه إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيتها من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقدر بزمن وهي تخبرنا عن المعاد وعن أد وعن هرم دمت لدينا فقد كل معجزة من النبي إن إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من شبه الذي سقى ولا تبقين من حكم ما هربت قط إلا عند من هرب عند الآن إليها ملقي السلام ردت بلا ودوى دعوى معارضها رد الغي رياد الجاني أن الهرم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تسع جائبها ولا تسام على الإكثار بالسهم قرت بها عين قريها فقلت له لقد ظفرت بحمل الله فاعتزم إن تدلوها إفة من حر نار لوضع فتحر لوضع من وردها الشبيم كأنها الأرض تبيض الوجوه به من الأسرة وقد جاءوه كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يكن ملة جنبل لحسد الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحاضق الفهم قد تنكر عين ضوء الشمس من رماد وينكر فم تهم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام العفون ساحته سعيا وفوق مدن العين كير رسومي ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمهتن من سريت من هرم ليلا إلى هرم كما سرى البدر بدج من الظلام وبد تترقى إلى أن نلت منزلة من قرب قوسين لم تدرك ولم
رحمي وقدم ذاك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم محدوم على خدمي وأنت تخدرك السبع الدباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم هدى إذا لم تدع سعوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستني منها فتقل لما قام بالإضافة إذ نوديت بالربع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستدير عن العيون وسر أي مقتدم فهزت كل فخر ويرى مشترك وجزء لا مقام ويرى مزدحم وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم بشرى لنا معزر الإسلام إن لنا من الإنايات ركنا ويرى منهدم لما دعا الله داعينا لطاعتهم بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب الإداء أنباء بثته كان بحال ألفا أدوفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك أتحكوا بالقناة لهما ألا وضمي ودوا الفرار فكادوا يوبدون به أزلاء سلت ماء الإقبال والرحم تمد الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تقم من ليالي للأشهر الهرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل كرم إلى لحم الإيد قريم يجر بحر حميس فوق سبيحة يرمي بموج من الأبطال ملتدم من كل منتدب لله محتسب يستو بمستسل للكفر مستلم حتى ودد ملة الإسلام وهي بهم من بعد
موصولا الرحيم مقبولا أبدا منهم بخير أمين وخير بال فلم ديتم ولم دائم هم الجبال فسأل أنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسأل هنين وسأل بدرا وسأل أهودا فسأل أحد في اللهم أدهى من الوهم المصدر البديهم رم بعد ما ورد من الإيد كل موس والدم من الإمام والكاتم بنبي سمر الحط ما تركت أقلامهم حرف جيت من ويرم أديم ساكس سلاه لهم سما تميزهم والورد يمتاز بالسما من السلام تهدي إليك رياه النشر نشرهم فتزيب الزهر في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الحيل نبت ربان من سدة الحزمين من سدد الهسوم طارت قلوب الإيدا من بأسهم فرقان فما تفرق بين البهم والبهم ومن تقوم برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجمعها تجيم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من أدو غير منقسم أحل أمته به رز ملته كان ليس ألا مع الأسبال في أجم كم جد دلت كلمات الله من جدل فيه وكم هصم البرهان من هصم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديم في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم خدمته بمنده أستثقل به ذنوب عمر مضى بالشعر والهدم إذ قال لدني يا من تهشى أواكبه كأنني بهما قد يمنا لامي أضعت ويصيب بالألتين وما هزا
صلته إلا على الآثام والندم. فيا أثارا دنا فسم في تجارتها لم تسترد لنبي الدنيا ولم تسمي. ومن يبي أجلا منه بعجله يبن له الغبن في بيه وفي سلام. إن أتي جنبا فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم. فإن لذمة منه بتسمية محمد وهو أوفى الخلق بالدمام. إن لم يكن في معادي أخدا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. حساه أن يعرم الرجل مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم. ولي لابد الولاء منه يدا تقريبا إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هريمي. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عنده لو للحديث العميم. ولي يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة أدمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حساب الإسيان في القسام. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس واجعل حسابي غير منهارم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل
بغير منهارم ولتب بأبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال يا نازم وأذل صحب صلاة منك دائمة أهلا نبي بمن هل ومن سجم والآل تبعين لهم أهل الدقى والنقى والهلم والكرم مارا نحن أذنب الباني ريح صبا وعطرا بل إنساها للإنس بالنظام ثم رضا أن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل الدقى والنقى والهلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد هدمت الحمد لله في بدء وفي خاتم يا رب بوحد لقارئها وسامعها بحسن خاتمتين يا معجي الأمم والمسلمين جميعا قل لما توليت آمين تذكر جيران بذي سلام أبيادها قد أتت ستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على أمينك خير الخلق كلهم هو الأمين الذي ترجى شفاعته لكل لحول من الأهوى لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
فرج على المسلمين. إلى الفاتحة. Thank you.